رسالة من رئيس إسرائيل للملك محمد السادس. توصل صاحب جلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس إسرائيل السيد إسحاق هيرتسوغ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأعرب الرئيس الإسرائيلي في هذه البرقية باسم دولة إسرائيل عن أطيب متمنياته لجلالة الملك محمد السادس وللأسرة الملكية ولجميع أفراد الشعب المغربي بمناسبة هذا الشهر المبارك. ودعا الرئيس الإسرائيلي بمناسبة بداية هذا الشهر الكريم، شهر الصلاة والاحتفال والكرم، إلى الالتزام بتعزيز علاقاتنا وترسيخ صداقتنا وتوحيد جهودنا من أجل عالم أفضل لأبناء البشرية جمعاء. نشكركم على حسن المتابعة.